طيب يعتبرون الآن مشتركين؟ المسيحي تابعين لكتابهم، الجماعة عندهم كتاب نزل عليهم المسيح، تابعين لكتابهم. يعني نحن نزل علينا سيدنا محمد، نحن تابعين لسيدنا محمد. أنا سمعت على حديثك، أنت عم تقول إن أنت عم تقول ما في الإنسان بس إنه مرض مثلا، ما في رب يشافيه، المشفى هي اللي بيشافيه. رب طبعاً. العالمين هو اللي بيشاف الجميع، رب العلم هذا منين اجى؟ من رب العالمين حتى صارت الأطباء. لحظة شوي، أنت الآن إذا مرضت مثلا تحتاج دعاية وصرت تدعي، ظل تدعي ما يصير شيء، لكن إذا رحت على الدكتور ممكن يشافيك. ولكن العلم من مين؟ يا أخي ما تقول لي العلم من مين، أنت جاي تسوي لي عزيزي. لأقول لك شغلة، لحظة، أنا حواري اليوم يوجد دينك ويوجد 8000 دين، هل كلها صحيحة أم فقط دينك؟ لا، دين الصحيح، دين سيدنا محمد هو الصحيح. يعني فقط دينك صحيح والباقي اسمه بث تجريبي قبل ما تفتح قناتكم على تردد 1444 هرتز او جري. لك انت بتقول انه ما في رب وما في المشفى هي اللي بتعالجك وهي موضوعنا مو موتات. ارجع اقول لحظه شوي سيد خدام، ارجع اقول لك موضوعنا مو موضوع الرب، انا متفق معك انه في رب جدلا، طبعا جدلا للامانه متفق، اتركنا من الرب موجود، لكن هل هو أرسل كل هذه الأديان المختلفة؟ هذا سؤال يا عزيزي لو سمحت. لا 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 لا، ما أرسل الأديان هاي كلها المختلفة، لا، عبادين الفرج رب العالمين ما أرسلهم، عبادين البقر رب العالمين ما أرسلهم، قال لهم اعبدوا البقر. أريد أسألك، والآشورية واليزيدية ما أرسل عليهم حدا؟ لا 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 لا، أبدا أبدا أبدا. يعني هو أرسل فقط نبيكم يعني، وخاتم خاتم الأنبياء، وقال له أنت تولى القصة كلها. القرآن كتابنا هو ينزل، هو الدين المضبوط، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول النظامي. أسألك سيد صدام، أنت الآن لك أسألك سؤال منطقي، لو أنت الآن ولدت بالهند أو بالفاتيكان شو راح يكون دينك؟ نعم، لو لك ولدان بالهند، أنت من كنت صغير ولدتك أمك بالهند أو بالفاتيكان، نعم، شو راح يكون دينك؟ شو بده يكون ديني؟ الحمد لله انه رب العالمين ارسل الدين الاسلامي. انا اعرف توقعتك تحمد وتقول الحمد لله على نعمه الدين، انا سالت سؤال منطقي، لو مولود بالهند او بالفاتيكان بايطاليا شو راح يكون دينك؟ الحمد لله انه ما ولدت بالهند. يا اخي انا على ابو الحمد لله عدتها ثاني مره، قلنا الحمد لله، بس انا اتقول مثلا لو لك مولود بالهند شو يصير دينك؟ لو مولود بالهند بدي اتبع الهنود على خطاهم. تمام، هذا لانه ما تبعت الهنود على خطاهم. لا 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 لا، اذا الدين مصادفات جغرافيه، كان هلا انت طلعت من الهند، لحظه شوي، كان هلا انت طلعت من الهند من مومباي وتقول لي صفوق لا عباده الا البقر. طيب بدي انا راح اسالك سؤال، انت بتعتقد انه في رب اللي ما بتعتقد؟ يا عزيزي بس انا عم بسالك، اسمعني شوي، فيديو أنا سؤالي مش للربوبية. لحظة، هل الرب، أريد أسألك سؤال، إذا في كان هناك اليوم واحد قتل ناس يهود مثلا في فلسطين أو في إسرائيل، وإجع الرب قالوا له يا رب أنا قتلت 10 يهود، وبرأيك راح يكافئوا بجنة ونار، بجنة أو نار؟ هذا سؤالي. طبعا اليهود قتلهم وين ما كانوا. أنا أسألك لحظة، أنا أعيد السؤال لك مرة أخرى وتعبتني للأمانة، يا ريت عقلك يكون شغال. راح شهيد فلسطيني قاتل 10 يهود، الرب بيدخله جنة ولا نار؟ بيدخله الجنة لأنه عم يدافع عن أرضه وعرضه. يعني قاتل، طيب مجرم، الإله يزكي مجرم. كويس، اليهود الإسرائيلي إيش جابوا على فلسطين يدنسها؟ إيش جابوا على أراضي فلسطين ليقرب على فلسطين؟ لحظة شوي، يعني الفلسطيني لما يكون قاتل الرب يقول له حبيبي كم واحد قتلت؟ يقول له 10 شباب اعطوه جنة، انت متخيل الرب يحب القاتل؟ هذا سؤالي لك. الفلسطيني عم يدافع عن ارضه وعرضه، وبيدافع عن ارضه وعرضه بيدخل الجنة. طبعا 7 اكتوبر قتل بنات يهود ونسوان، هل ايضا يدخل الجنة مدنيين؟ الفلسطيني مجاهد بيدخل الجنة، نعم. طيب الرب هنا مبسوط، يعني انت برايك الصيغه اللي يفكر فيها الرب انه يحب القاتلين؟ هذا سؤالي لك. هن اللي اعتدوا، هن عم يعتدوا، فلسطيني قتل اسرائيل هي وقاعده في بيتها، الا الاسرائيلي الجاي يدور ارزاقهم، اعتدى اعراضهم. لا انا احكي
مثلا بال 2014 مثلا علي يزيد. يا صفوق انا اللي اكتشفته انه انت يعني طالع بس لحتى توضح للناس انه لا انه قتل الاسرائيلي حرام، قتل اليهودي حرام، قتل حرام، يعني عندك حرام. انت بقناتك انه قتل اهل السني طبعا. قتل اهل السني حلال، وهذا قتل اهل السني فشره. الاسرائيلي وين ما رحت قتلته، الخنزير الاسرائيلي هذا وين ما قتلته. بلاش انزل باش انقلع، انزل. احنا لا ننزل الى هذا المستوى من الحديث. لا تقول خنازير ولا تسب حدا وتشتم. اللايف نظيف وحيبقى طاهر. ايوه انت فعلا هاي العقليه. انا طلعته قصدا، مش انا ورج العالم رساله انه هذول يقولون احنا الصح والهنا يحب القتل. الرساله وصلت. شيرونا اللايف ناخذ غيره. شو تعليقك سيدي؟ من شو تعليقك؟ انا كنت رد عليه نقطه بس شفتك عم تجادله. هو مش متابع بثوثك، انا متاكد هو شايفك من جديد، لانه لو بيعرف انك لو متابعك كان عرف انك انت مع كل الناس، كل انسان عم بموت، مو بس مع اليهود او مع المسيحيين او هالكذا. هاي من جهه. جهه ثانيه، احنا ليش اهل غزه اللي عم بموت هذول الاطفال شو ذنبهم؟ بس القصد من الكلام يا حبيبي، انت انا فيني اناقشه والله، كنت بدي اياه يطلع، بدي اياه كان يحكي معي. هو بقول انه احنا كتابنا هو الصحيح وقراننا هو الصحيح والى اخره. طيب هو اذا بقرا البخاري ومسلم بطعم بالكتاب تبعهم. تخيل، هم ما بيقدروا يكذبوه. يعني البخاري ومسلم هو الصحيح، من كذب البخاري ومسلم هو كافر. فهو عم بطعم بكتابهم، بقول لك انه كتاب عثمان لعثمان هو مش الكتاب الصحيح. البخاري عم بحكي، مش هم، يعني مش انا عم بحكي. فيراجعوا حالهم بالاول. طيب خلينا ناخذ السيد اللي طلع.